كوت ديفوار كانت تقيله في 98 جدا. يعني الماتش نفسه الجوهري لعب باسلوبه بقى اللي هو موت 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 موت. هل انت شايف ان منتخب مصر يستلهم روح الجوهري في المباراه دي بما يعني بالمناسبه دي؟ الكره اتغيرت، احنا مش هنقدر نمنع كوت ديفوار ان تهدد مرمانا بالشكل الدفاعي ده، فاحنا لازم نبعد الخطوره من بعيد شويه، يعني لازم لا ما نتراجعش، بس ما برضه هنضطر نلعب طبعا بفكره مثلا الباكات اللي احنا اغلب الوقت ما استخدمناش بطوله، اتمنى ما نستخدمهاش بقى، يعني عشان احنا هتبقى عندنا مشاكل مثلا ايمن اشرف لازم يعني. يثبت على سبيل المثال عنده بيبي الباك مثلا. اليمين بقى يعني هو ده السؤال، لا لا يستمر عمر كمان عبد الواحد، لا يستمر يستمر، بس يبقى التحفظ في تحفظ شويه في صعوده، او يكون في اعداد معين فكره صعوده. انا شايف ان انت ما تستخدموش كتير عشان تلعب بزيزو بقى المره دي 8 على اليمين يا خليفه، يعني زي ما حصل بس في المباراه اللي فاتت لما نزل بس مش الشمال يبقى على اليمين، وبالتالي انا استخدم زيزو على الجناح الايمن شويه وصلاح يدخل في العمق لما نفس الطريقه كنت بقول لك عليها زيزو مصطفى فتحي في الزمالك بنفس الفكره دي، فدي اعتقد ممكن تفرق معانا. طبعا من الناحيه الثانيه انا بس اهم حاجه عندي ان بيبي هو عارف في لقطه البيبي سجل فيها هدف في الجزائر بالظبط، الكرة اصلا بيبي ما عندوش الا اللقطه دي ان هو قطمه وشوطه ما بيرقصش على بره او الكلام ده، فحتى استغربت جدا مدافع الجزائر ان هو منحه الفرصه سد، فاتمنى ايمن اشرف ياخد باله من حاجه يعني زي انت كده. محتاج دلوقتي مش بس دي مش ايمن اشرف تحديدا، انت تعتقد ان لعيبه مصر محتاجه دايما تركز قوي على التفاصيل بتاعه كل لعيبه كوت ديفوار في المواقف الهجوميه. طبعا يعني بما ان احنا برضو في نقطه، يعني بما ان احنا بنذكر تاريخ مصر كوت ديفوار في كاس الامم، فانا عايز اقول حاجه، يعني بطوله 2006 اللي مرت عبر كوت ديفوار و2008 عبر كوت ديفوار، في واحد حاليا في الجهاز الفني لمنتخب مصر هو عصام الحضري، فانا برجع تاني بدي له كريدت كبير في المواجهتين دول بالذات، يعني طبعا التاريخ ما بينساش. في 2006 عمل بطوله عظيمه جد. وكان بطل النهائي فعلا، وفي 2008 الماتش كان صعب جدا، الحضري شال كتير قوي قوي يعني، دي حقيقه فعلا، والجون اللي دخل فيه جون لا تاريخي تعبر عن على فكره، الجون اللي دخل فيه من عبد القادر كيتا هو جون يعني عيني ما خدش حقه بسبب نتيجه المباراه، ولكن هو جون تاريخي فعلا، التسديده وقوه التسديده دي كانت حاجه جد. عظيمه. بس وتحيه عموما برضو لعمرو زكي، لان عمرو زكي بما يعني نجم، كان نجم نادي الزمالك وقتها، هو في بطوله 2008 ما خدش الكريدت اللي يستحقه، وهو في ماتش كوت ديفوار يعني دايما ده اللي احنا ما نتمناهوش دايما، ساعات الاعلام شويه كده ما بيديش ساعات لعيبه حقها. طبعا عمرو في بطوله 2008 عمل بطوله جدا. فعلا على قد ايه المنتخب كان عظيم، بس عمرو فعلا فعلا يعني كان ليه كريدت كبير جدا في طبعا البطوله، هو حسني عبد ما ربه ينفعش وكابتن اكتر من لاعب يتسرق كان منه ممتاز، بالطريقه دي، وتحس ان احنا ما بنذكر ساعات الاجيال وكده، محدش برضو بيدي عمرو زكي حقه قوي. دي حقيقة دي حقيقة أنا فاهمك، بس يعني هو عموما يمكن في لعيبة كتيرة كانت قد البطولة دي، محمد زيدان، أبو تريكة، طبيعي كان بقول لك حسني عبد ربه، في لعيبة كتيرة هي البطولة بس دي في لعيبة كل ما اللي بتاخدش شاركوا كريدت فيها، اللي هي ما تستحقه طبيعي زي يعني في البقية. بطولة 2008 طبعا ما هو زيدان وأبو تريكة أبطال مشهد النهائي خدوا كريدت، أنا مش بتكلم أيوه بقول أيوه كريدت فهمت ليه، لعيبة عظيمة، أيوه بس فهمت، أنا قصدي هو خد الكريدت. ما في فيش لعيبة كريدت تانية زيهم. بقى يعني إيه بسبب إيه الإعلام ساعات ما بيستلطفش لعيبه كده وكذا، يعني مثلا عصام الحضري انا شايفه يعني هو حتى هو ده بطل الثلاثيه مع احمد حسن، بس هو بطل الثلاثيه مش واخد الكريدت بتاعه. عمرو زكي مثلا في 2008 بطوله مش واخد عظيمه كريدت فعلا، مش واخد الكريدت ده، يعني لما بتيجي يعدوا ساعات اللعيبه اللي عملت البطوله تك تك ساعات بتنسى عمرو زكي، يا جدعان ازاي في 2006 السنغال و2008 ماتش كوت ديفوار من اصعب الماتشات اللي خلصها عمرو زكي ولعب بطوله عظيمه في 2008، لا افتكروه شويه.